انت لما بتنتجي بالمبلغ ده قناه روتانا سينما بتشتري منك، مش مهم بقى ان المالك واحد، دي شركه ودي شركه. ايوه قناه روتانا تشتري منك الفيلم بكام اول عرض علشان تكسبي، تعتبري ان الفلوس دي دخلت في الانتاج ده ان الفيلم ما خسرش. فدخلت بقى نظريه مرحله تسويق الفيلم. انت سالتني يا دكتور على موضوع التسويق، فابتدينا بقى اول خطوه ان انا قلت له يلا ننتج علشان اكسر الاحتكار اللي في السوق، انه في منتجين بيبيعوا لي بالسعر اللي هم عايزين يبيعوا لي وانا مضطره ان انا اخده. فانا جيت للمنتجين قلت له حبيبي بدل ما انت تبيع لي انتج. فقال لي نعمل ايه؟ فعملنا فورمولا جديده في تاريخ السينما، ان المنتج المنافس بينتج الفيلم انا بموله، وهو عشان الفيلم يبقى بتاعي هو بينتج الفيلم، بيكسب منين؟ من الدخل في مصر، بياخد فلوس انتاج السينما الدخل في مصر اللي هي لا ما كناش بناخد ولا مليم. ودي نظريه طبعا انا ندمت لانها خربت بيت روتانا، لان هم طبعا بقى يقول لك ايوه وبعدين بيرفع عليك سعر الانتاج وما. فانت الدخل في مصر بياخد منك، بيجيب لك مفروض يجيب لك 60% من قيمه الانتاج.